يا صباح الزمالك على كل مشاهدينا الكرام من جماهير نادي زمالك العظيمه في كل مكان في العالم. نهار حضراتكم جميعا ابيض مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات نهارك ابيض ليوم الاربعاء الموافق 30/10/2024. حلقه جديده بنهار ابيض جديد علينا وعليكم ان شاء الله. والنهارده في الثلث الاخير من حلقتنا او في فقره سهم وقوس هيكون منورنا كابتن رامي سعد لاعب نادي الزمالك السابق، اكيد هنتكلم معاه عن مشوار نادي الزمالك في الدوري في الموسم الجديد بشكل عام. حلقه وفقره هتكون خاصه جدا في الثلث الاخير من الحلقه استنوها. وخليني كده ابدا بقى معاكم كلامي النهارده بحاجه، خبر سعيد اكيد دونجا وشلبي وكابتن عبد الواحد السيد اللي عايزين نقول لهم الف حمد لله على السلامه. ازمه وعدت وشده وزالت وترجعوا لنا تنوروا ناديكم تاني وقبلها بيوتكم وعائلاتكم ان شاء الله. وزي ما قلنا يعني كانت محنة وعدت وعدت بألف خير الحمد لله، وإن شاء الله ينورونا تاني. وخالص الشكر لجهود الجميع اللي بذلت طبعا في السياق ده، دولتنا المصرية العظيمة نادي الزمالك وإدارته المحترمة اللي ما سابتش لعيبتها دقيقة واحدة، ورئيس دولة الإمارات الشقيقة. وطبعا الحمد لله إن الأزمة دي عدت، وحمد لله على سلامة إخواتنا ولاعيبتنا وكابتن عبد الواحد السيد. طبعا كانت أزمة صعبة وأكيد كلنا كنا في حالة حزن كبيرة على اللعيبة، وما نتمناش أبدا نشوف النوع ده من المشاكل أو من الأزمات بنمر بيها مرة أخرى. ولكن الحمد لله الأزمة عدت بخير، وإن شاء الله ينورونا تاني وينوروا النادي وبيوتهم كده إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. النهاردة بقى وفي بداية الموسم ده كده خلاص أصدل الستار على بطولتين كنا بنتمنى الزمالك إن هو يفوز بيهم هما الاتنين ويجمع بين السوبرين زي ما حصل كده في 2020. لكن مفيش شك أبدا إننا فزنا بالبطولة الأهم والأعظم والأكثر قيمة تسويقية وفنية، واللي هتبقى طبعا ذكراها أسطورية مدى التاريخ، بطولة طبعا السوبر الإفريقي. خسرنا البطولة الثانية ولكن كانت بسبب تفاصيل صغيرة، رغم أنها كانت برضو قريبة قوي. لو هنتكلم كنا قريبين جدا من الفوز وخسرناها بسبب حاجات صغيرة جدا عارفينها كلنا وهنتكلم عنها. ولكن خسرنا كده في المباراة دي وإحنا واقفين على رجلينا بعد حالة صعبة من الظروف القاسية اللي مر بيها الفريق واللي دايما بيمر بيها الفريق. ومع ذلك إحنا نزلنا المباراة عندنا إصرار وروحنا كانت حلوة واللعيبة كانت رجالة، فما نقدرش أبدا نتكلم على خسارة المباراة دي. وبنؤكد بدون أي تحيزات والله إن لو أي فرقة كورة تانية بتمر بنفس اللي نادي الزمالك بيمر بيه وبتلعب مباراة صعبة زي دي أمام النادي الأهلي في الظروف اللي إحنا بنعدي بيها واللي خاض فيها الزمالك المباراة الأخيرة دي، مستحيل كانت الفرقة دي هتقدم ربع اللي نادي الزمالك قدمه في المباراة من قوة شخصية ومن صلابة ورجولة في الملعب وقتال لآخر لحظة وآخر ركلة ترجيح. ما شفناش فريق زي فريق نادي الزمالك ده في عز الظروف الصعبة والمشاكل والأزمات اللي بيعدي بيها بيبان شخصيته بجد عاملة إزاي، والجمهور ده بيبان برضو شخصيته عاملة إزاي. لكن برضو ما فيش شك أبدا سواء البطولة اللي كسبناها أو اللي لم نوفق فيها، فإحنا خرجنا بدروس مستفادة كتير جدا وكبيرة جدا لازم نبني عليها قبل افتتاحية الدوري اللي برضو هي مهمة جدا وهتبقى إن شاء الله بعد بكرة ضد البنك الأهلي. ولكن الدوري حاليا هو مهم جدا لينا، واللقب الدوري حاليا والدرع ده مهم جدا لينا وللجماهير ولينا نفسيا ومعنويا وكل حاجة. يعني إحنا تركيزنا لازم يكون 100% في دخول الدوري وفي دخول المسابقة دي. ما ينفعش ان انت تنافس بس على على البطولات القارية، يعني انت لازم تكسب دوري ويبقى معاك كمان كونفدرالية وانت كسبان سوبر افريقي، يعني حاجة عظيمة وحاجة نتشرف كده لما نبقى بنتكلم على نادي الزمالك ونقول ان احنا في عز الظروف دي وفي عز المشاكل اللي بنعدي بيها من اول يوم لغاية النهاردة احنا بنفوز بالبطولات دي. يعني احنا بجد يا جماعة خلونا كده نركز بقى في بطولة الدوري. بطولة الدوري دلوقتي هي الأهم، طبعا عندنا كونفدرالية مهمة وطبعا عندنا بطولات كل الألقاب مهمة، كل اللي بننافس عليه مهمة، كل حاجة بننافس عليها مهمة، لكن الدوري دلوقتي مهم قوي، مهم قوي للجمهور. خلونا بقى النهاردة نتكلم في أول وأهم مكسب في اعتقادنا كده خرجنا بيه من السوبر الافريقي والمحلي، وهو قيمة الاستقرار الفني. احنا معانا مدرب يا جماعة كبير قوي،
الزمالك بيملك مدير فني محترم وقليلا كده من الانصاف للراجل ده شويه. عايزين نتكلم عنه شويه لان الراجل ده الحقيقه استقبل كميه نقد رهيبه من اول يوم ليه، مع انه كان جاي برضه في ظروف صعبه، واستقبل كميه نقد على قراراته على استراتيجيته في اللعب وعلى فكره، والجمهور كان في بعض من الجمهور شايف انه مش مناسب لنادي الزمالك، وناس كتير ما كانتش راضيه عن اداء الزمالك في ماتشين افريقيا اللي كانوا في الاول طبعا في بدايه الموسم ضد الشرطه الكيني. لكن الراجل ده الحقيقه في ثلاث مواجهات قدام الغريم التقليدي نادي الاهلي المستقر ماديا واداريا وما عندوش قضايا وما عندوش قفل قيد وما عندوش ديون وجايب صفقات بملايين الدولارات، وفي ظل ان الاهلي معاه يعني فريقين كده اللي احنا بنتكلم بدكتهم وعنده كواليتي جباره، لكن جوميز قدر ان هو يتفوق على المنافس في ارض الملعب ثلاث مرات على التوالي، وكادت تكون الرابعه لولا طبعا الظروف اللي احنا عارفينها داخل الفريق. ومع ذلك برضو الشوط الثاني الزمالك كان برضو افضل فنيا، وده اللي احنا قلناه كتير في الفتره الاخيره. اخر مواجهتنا مع النادي الاهلي كنا افضل فنيا. خوسيه جوميز واحد من اكتر المدربين في تاريخ الزمالك اللي عندهم استمراريه في حسن الاداء في المباريات الكبيره، وده شفناه كتير جدا. مبارياته القمه تحديدا هو عنده استمراريه كبيره، واثق قوي من فكره وواثق من قراراته وبياخد الريسك وما بيشغلش باله ابدا الانتقادات اللي بتنزل على دماغه طول الوقت من ناس مش هنقول عليهم زملكاويه، لان ما فيش زملكاوي هيقعد ينتقد طول الوقت، وهو عارف اللي احنا بنعدي بيه، فبيقدر يستحمل كل ده وبيفضل واثق في قراراته وفي قدرته على الفوز، وعنده استمراريه كبيره جدا. قدر خلال اربع مباريات قدام الاهلي انه يخطف منهم نص الملعب بنسبه نجاح 100% باستثناء فقط الشوط الاول في نهائي السوبر المحلي الاخير. جوميز اللي عمل مغامره تاريخيه بدخول ناصر منسي في السوبر الافريقي اداله الثقه، وناصر كمان كان قد المسؤوليه ونزل وجاب الهدف. فالحقيقه الراجل يا جماعه عنده فكر واضح، يعني حتى بنتايج اللي نزله اساسي رغم ان اللي برضه اتقال على اللاعب ده، ورغم ان الناس اتكلمت على بنتايج واتكلمت على اداء بنتايج واتكلموا انه مستر خوسيه جوميز مش عايز اللاعب ينزل، وقعدوا بنسمع اشاعات كتير جدا، لكن بوجود بنتايج اساسي رغم اللي اتقال عنه ده بيقول لك قد ايه الراجل ده مقتنع بقراراته. والاشاعات دي كلها ما بصش عليها ولا شافها، وشفنا بنتايج عامل ازاي، وشفنا قد ايه هو صفقه محترمه، وشفنا ازاي الراجل نزل. معلش يا جماعه، بنتايج نزل في مباريات كلها صعبه، كل الصفقات الجديده خلينا نقول، بس بنتايج بالاخص علشان هو كان ليه كده بصمه ودور كبير، والراجل يعني محدش شافه غير لما قال ان هو لا مميز. فنزل معلش بيلعب ماتش افريقي قدام النادي الاهلي، ولعب قدام بيراميدز ورجع لعب تاني قدام الاهلي، فماتشات كلها قمه وماتشات كلها مهمه جدا، ويكون ويقدر ان هو يكون واحد من رجال المباريات الثلاثه ويقدم اداء ممتاز يستحق التحيه ويستحق ان احنا نشيد باداء اللاعب ده. وكل ده هنرجع في الاخر ونقول هو مستر خوسيه جوميز، لانه هو اللي صدق في اللعب ده، وهو اللي نزل ناصر منسي، وهو اللي عنده فكر حتى وقت الشباب لما كان عايز او كان بيشرك بعض اللعيبه الشباب والناس انتقدته بشكل كبير، هو عارف بيعمل ايه، هو عنده فكر جاي يطبقه، وده الصح. ما ينفعش المدير الفني يكون شخصيته ضعيفه او يكون بينساق ورا اي كلام بيتقال، لا الراجل ده مش كده خالص. جوميز بلا نزاع هو رجل المرحله اللي جايه في الزمالك، ويستحق كل الدعم من كل الجماهير. وما ننساش ابدا ان اداره نادي الزمالك وضعت كامل ثقتها في الراجل ده، وما زالت من اول يوم في الوقت وفي اي وقت كان فيه اخفاق كان فيه هدوء تم نقله للناس، وكان فيه هدوء تام علشان الناس كانت واثقه فيه كاداره وكجماهير. احنا مش بنتكلم على الاثنين ثلاثه اللي بيطلعوا ينتقدوا كل حاجه داخل نادي الزمالك، ما بنعتبرش ان دول زملكاويه اصلا من الاساس، او اي حد تاني حتى كان بيطلع وينتقد. في ناس كتير قوي يا جماعه هدفها ان الزمالك ما يكونش مستقر، في ناس كتير عندها مشاكل ان الزمالك يكون بيرجع تاني للانتصارات، عندهم مشاكل ان الزمالك يكون بينجح او بيبقى في مكان احسن.
ففي ناس كتير قوي طلعت اتكلمت على حاجات كتير قوي داخل الزمالك، سواء كانت على مستر خوسيه جوميز، يعني ناس قالت انه جاله عروض مغريه جدا وان مستر خوسيه جوميز هيمشي ويسيب نادي الزمالك. الحقيقه حتى لو كان جاله عروض مغريه، الراجل طلع وقال انا مستمر مع نادي الزمالك، انا مش هسيب نادي الزمالك. والحقيقه احنا بنحس ان مستر خوسيه جوميز ده واحد من عيله الزمالك كده، وواحد من ابناء نادي الزمالك، وقدم كتير وواضح قوي في الفتره حتى اللي مش كبيره اللي هو قعدها زملكاويه. الراجل ده هو عايش معانا كل حاجه، عايش بقى الفرحه اللي احنا بنفرحها، وعايش الحزن اللي احنا بنحزنه لما بيكون في اخفاق او حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر راجل واثق من نفسه، راجل عنده فكر، عنده استراتيجي بيطبقها، راجل قد قراراته سواء كانت القرار صح او غلط. هو بني ادم في الاول وفي الاخر، احنا بنغلط عادي. فاحنا في الاخر كده عايزين نقول له شكرا على السوبر الافريقي وعلى القتال على السوبر المحلي، ومبروك عليك تجديد الثقه مره تانية من الجمهور، واللي قادم افضل ان شاء الله بشكل كبير. جمهور الزمالك في ظهرك وفي ظهر الفريق ده لغايه اخر لحظه. اللعيبه بتحبك والجمهور بيحبك والاداره بتحبك، احنا كلنا شايفين فكرك عامل ازاي، كلنا عارفين ان انت بتحب نادي الزمالك فعلا وبتبص على مصلحته قبل مصلحتك انت الشخصيه. عشان كده احنا كلنا هنبقى واقفين في ظهرك في القادم، وكلنا عارفين وعندنا امل كبير جدا ان نادي الزمالك في الموسم الجديد ده هيعمل حاجه تانية خالص غير اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله هيقدم موسم مميز محليا وافريقيا بالتتويج ان شاء الله بالدوري والكونفدراليه، وباقي بقى البطولات اللي احنا بننافس عليها ان شاء الله الزمالك قادر ينافس على كل البطولات، وقادر ان هو يحصد القاب كل البطولات في رغم الظروف الصعبه اللي احنا بنعدي بيها طول حياتنا. فان شاء الله في الفتره اللي جايه نادي الزمالك هيكون افضل وافضل كمان، وهيحصد كل الالقاب اللي هو بينافس عليها. خلوني بقى دلوقتي استعرض معاكم كده كل الجديد على الساحه الزمالكاويه والمحليه في فقره اقرا الخبر. خلونا نبدأ دلوقتي فقرتنا اقرا الخبر، وخلوني أبدأ معاكم من البيان الهام من مجلس إدارة نادي الزمالك. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر الأساسي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتقدم المجلس باسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة. والشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة وكل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين، ومعالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهودا كريمة مشكورة في هذا المقام. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين ودافعا نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك. خلونا بقى دلوقتي نروح لاخبار فريقنا ووضع الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي خوسيه جوميز. برنامج تدريبي لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريقنا خلال التدريبات استعدادا لمباراه البنك الاهلي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. وادى شيكابالا تدريبات خاصه تحت اشراف الجهاز الفني قبل المشاركه في الفقرات البدنيه والفنيه مع الفريق بشكل طبيعي. كمان شهدت تدريبات الفريق تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007. طبعا تصعيد محمد إيهاب ده في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز بتصعيد حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات. وكان محمد إيهاب تألق في مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2007 الأخيرة وتصدى لركلتي ترجيح في فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في ركلات الترجيح، واللي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.
كمان قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه كوميز بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال التدريبات لخوض فقرة فنية وخططية استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتولى أندري بيكي مدرب العام لتدريب المجموعة، في حين قاد أحمد مجدي مدرب الفريق المجموعة الثانية تحت إطار أو تحت أنظار البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق. وشهدت الفقرات الفنية مشاركة محمود حمدي الونش مدافع فريقنا بصورة طبيعية، إن شاء الله بنتمنى له الرجوع السريع للفريق وللملعب تاني. يعني محمود حمدي الونش هو من أعمدة نادي الزمالك ورجوعه هيفرق معنا بشكل كبير، إن شاء الله نشوفه قريب في الملعب. كمان حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على التواجد في مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وتواجد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز. كمان واصل محمود عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق، وأدى عبد الشافي تدريبات تأهيلية في صالة الجيم تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل خوض تدريبات منفردة بالكرة على هامش المران في إطار البرنامج الموضوع ليه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن وبالشكل الأمثل أكيد. كمان عقد البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني لفريقنا جلسة مع محمود حمدي الونش ومحمد السيد ثنائي الفريق على هامش التدريبات الجماعية، ومنح خوسيه جوميز تعليمات خاصة للثنائي قبل خوض الفريق للتقسيمة الفنية. وحرص المدير الفني البرتغالي على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية لتنفيذ المطلوب منهم بالشكل الأمثل. كمان خاض عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق تدريبات فرديه بعد انتهاء التدريبات الجماعيه للفريق، وادى السعيد تدريبات خاصه بالتسديد من الكرات الثابته من خارج منطقه الجزاء، وده كان على مرمى محمد ايهاب حارس الفريق الشاب ضمن برنامج خاص كان تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقياده مستر خوسيه جوميز. خلصت أخبارنا الزملكاوية، وخلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع بعديه علشان نبدأ معاكم فقرتنا العالمية وفقرة نهارك عالمي. بعد ما خلصنا أخبارنا العالمية خلونا كده نروح نشوف ساعتك النهاردة ونشوف أبرز مباريات اليوم في أظبط ساعتك ونرجع مرة تانية. يعني بمناسبة برضو انطلاق الدوري وبمناسبة ان احنا خلاص داخلين على المباراة الاولى في الدوري مباراة البنك الاهلي، خليني كده اقول لكم على كام حاجة. هتنطلق اليوم الاربع النسخة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في بطولة استثنائية تعد بالكثير الترقب وسط مشاركة 6 فرق جماهيرية و12 فريقا يمثلون الاندية الاستثمارية واربع مدربين اجانب فقط بيخوضون التحدي امام 14 مدربا مصريا. بيشارك في الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا هما الاهلي والزمالك والاسماعيلي وغزل المحله والمصري والاتحاد السكندري وانبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحه وزاد وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وطلائع الجيش والجونه والبنك الاهلي وفاركو. خلونا دلوقتي بعد ما خلصنا كلامنا على الدوري وعلى الموسم الجديد لنادي الزمالك خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع بعدين نكمل باقي فقرات برنامجنا فقرة الشارع الأبيض.
اهلا بيكم في الشارع الابيض. خلونا نبدا فقرتنا الشارع الابيض، ونزلنا شارعنا الابيض واتكلمنا مع جمهورنا، والبدايه كانت رساله الدعم اللي وجهوها لدعم شيكابالا، طبعا اسطورتنا وقائد الفريق. البطولات جايه كتير، وادعم الاباتشي. خلينا كده نروح نشوف الجمهور قال ايه في التقرير ده ونرجع مره تانية. رساله دعم القائد فريق نادي الزمالك الكابتن محمود شيكابالا. انا زملكاوي من 51 سنه، عندي 63 سنه، ما فيش لاعب جابته مصر زي محمود شيكابالا. ومحمود شيكابالا ياما فرح جمهور الزمالك، وياما جاب بطولات لنادي الزمالك، وجاب حاجات كتير جدا جدا لنادي الزمالك. ايه يعني دي بطوله عاديه، مش بطوله قاريه ولا حاجه زي اللي جابوها الاخيره. محمود شيكابالا ده جوهره، جوهره اسمه الجوهره، مش الاسطوره، لا الجوهره. لا شيكابالا لعيب كبير جدا طبعا، واحنا بنحبه جدا، مش عشان البطوله راحت هنزعل منه، احنا بنحبه جدا طبعا. بس احنا كنا نتمنى طبعا الفوز بالسوبر ده زي ما بنكسب السوبر، احنا من عادتنا ان احنا ايه بنحب نكسب كل الماتشات. ولكن شيكابالا لعيب كبير جدا، وهو رقم واحد في الفريق، ومن غيره الفريق هو واللعيبه الكبار الفريق هيبوظ. فعادي يعني ما كانش موفق في ضربه الجزاء دي، بس الحمد لله، وان شاء الله لسه البطولات جايه والفريق ده بيتحسن جدا جدا. هو هيفضل لعيب كبير بالنسبه لنا، يعني بطوله وعدت، هو جاب بطولات كثيره للزمالك يعني، وهو بنحب كلنا يعني. احنا ممكن نقول لكابتن شيكابالا ان احنا وراك ومعاك ومساندينك في كل وقت، تضيع ضربه جزاء ما تضيعش ضربه جزاء، هتفضل انت شيكابالا واحد بس اللي في مصر واللي في نادي الزمالك واللي كلنا بنحبه واللي كلنا واقفين وراه، ونقول له احنا محتاجينك، مش هنقدر نستغنى عنك. ده لعيب كبير، واي لعيب في العالم بيضيع ضربات جزاء. شيكابالا قدوه ومثل اعلى لاي لاعب صغير في مصر. انا كواحد اعرف يعني، انا عندي 2 اخوات اصغر مني بيعشوا حد اسمه شيكابالا، كفايه ان جمهور مصر كله بيتكلم عليه بطريقه حلوه. كلنا في داره ومهما حصل وكل الدعم ليه. النادي محتاج لك، مصر كلها محتاجه لك، ابناء النوبه وابناء اسوان محتاجين لك، بنتمنى لك التوفيق. ومش هو الماتش ده اللي هيهزك او الضربه دي اللي هتهزك، شيكابالا الاسطوره وهيفضل طول عمره اسطوره. تحياتي ليك وتمنياتي ليك وللفرقه بالنجاح ان شاء الله. رسائل جمهورنا ما كانتش بس لشيكابالا، كمان طلبنا من جمهورنا في الشارع الابيض رساله للجوهره المغربيه. رايك ايه في اداء بنتعيج مع الزمالك، وتحب تقول له ايه قبل بدايه الموسم الجديد؟ خلونا نروح نشوف الجمهور قال ايه لبنتعيج ونرجع مره ثانيه. رايك في اداء الجوهره المغربيه محمود بنتعيج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صفقه العمر ومن احلى الصفقات، وباك شمال 100 100، وهيسند جنب كابتن احمد فتوح وليه مستقبل، ونصبر بس عليه شويه، وهو بيبذل اقصى مجهود وبيدي كل حاجه للفرقه. والله انا شايف ان هو الحمد لله صفقه كويسه جدا، يعني بقالنا كتير ما كناش حاسين بالقوه الدفاعيه، كتبديل لاسم مع احمد فتوح يبقى باك شمال كويس وهجومي ودفاعي برده، ما شفناش لعيبه بالاسلوب ده في الدوري المصري من زمان. كان ليه دور مؤثر كبير في ماتش الاهلي اللي فات، كان عامل دور دفاع عالي وهجومي كمان. لعيب ممتاز، لعيب جيد، وغيب عوض غياب فتوح. لعيب ممتاز، تحركاته حلوه وبيدافع حلو وبيهاجم حلو، لعيب ممتاز. والله هو لعيب كويس وهيجي منه لسه مع الماتشات على المستوى المهاري والهجومي والدفاعي. طبعا انت بتقيم الباك الشمال من الناحيه الهجوميه والدفاعيه، هو محمود بنتايج كخامه او ككواليتي لاعب هو كويس جدا، لسه هيجي منه مع الماتشات. هو في حته كده من احمد فتوح، الحته المهاريه الباك الشمال الحريف، بس لسه طبعا مع الماتشات ومع توالي الماتشات هيجي منه ان شاء الله يعني. ما شاء الله تبارك الله عليه، لعيب صفقه جميله جدا وعلى خلق عالي ومهاري يعني، وبفضل الله سبحانه وتعالى هيسد في الجبهه الشمال بتاعه الزمالك كويس جدا يعني، يعني باك شمال محترم. وكمان يعني باذن الله مع الوقت مع رجوع احمد فتوح يعني يزيد معاه بفضل الله سبحانه وتعالى. بصراحه هي كانت صفقه كويسه جدا، من افضل الصفقات اللي الزمالك عملها، لعيب كويس ممتاز، هو بس محتاج ان هو ياخد فرصته شويه اكتر من كده بس. خلونا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن رسالتك للفريق قبل انطلاق مبارياته في بطوله الدوري امام البنك الاهلي يوم الجمعه القادمه. تعالوا كده نروح نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا قال ايه، والبدايه من عند سيف فارس الملكي. صباح الخير عليك يا نادين، ونهارك ابيض بخطين حمر، كل الدعم يا رجاله، احنا فخورين بيكم لان في ظل هذه الضغوط والاجواء المحيطه بالفريق اثبتتم انكم رجاله بالعزيمه والاصرار، واحنا واثقين فيكم انكم هتفرحونا وهيبقى موسم مليء بالبطولات. عاش الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر. تحياتي ليك لكل فريق العمل، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ سيف. كيرولوس ناصر،
صباح الخير عليك يا نادين، رسالتي للاعيبي الزمالك بقول لهم احنا واثقين فيكم ودايما في ظهركم وبندعمكم في الهزيمه قبل المكسب. لازم ننسى اللي فات ونركز في اللي جاي، بالتوفيق وكل الدعم ليكم يا ابطال. وتحياتي ليك يا نادين ولكل فريق العمل، نشكرك شكرا جزيلا. وفاء حسن، طبعا ربنا معاهم ويوفقهم ان شاء الله، علشان اول مباراه في الموسم مهمه جدا بالنسبه لهم، واحنا واثقين فيهم جدا، ربنا معاهم ان شاء الله تبقى بدايه موسم حلو عليهم. وعايش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. خالد احمد، سلام عليكم، منوره شاشه قناه الزمالك استاذ نادين، ودايما متالقه ونهارك ابيض. رسالتي للاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق مبارياته في بطوله الدوري يوم الجمعه امام البنك الاهلي، بقول لهم احنا جمهور نادي الزمالك معاكم في ظهركم وكلنا ثقه فيكم وبندعمكم، وان شاء الله تفوزوا على البنك الاهلي وان شاء الله تفوزوا ببطوله الدوري العام السنه دي. وتحياتي لحضرتك يا استاذ نادين والفريق العمل في برنامج نهارك ابيض بقناه نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ خالد. احمد سمير، السلام عليكم، شدوا حيلكم يا رجاله، كلنا ثقه في امكانياتكم وان شاء الله الدوري في 100 عقبه الموسم ده، العبوا واثبتوا انكم الافضل او افضل لاعبين في مصر، الدوري في 100 عقبه. تحياتي ليك يا نادين ولاسره العمل، بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد، وبشكركم كلكم الحقيقه على ارائكم دي على السوشيال ميديا. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه على طول في فقره سهم وكوس، واللي هينضم لنا فيها النهارده كابتن رامي سعد لاعب نادي الزمالك السابق. بعد الفاصل استنونا. اهلا بيكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقره سهم وقوس، اخر فقره من فقرات برنامجنا، ومنورني النهارده في ضيافتنا كابتن رامي سعد لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي الزمالك السابق. يا كابتن برحب بيكم، منورني النهارده، طمني عليك. صباح الفل يا نادين، ودايما طبعا ببقى مبسوط جدا وانا بالتواجد معاك. وانا كمان والله يا كابتن، ويعني الحقيقه واجهه جميله لقناه نادي الزمالك الحقيقه. ربنا يخليك يا كابتن، والله يعني شعور متبادل ومبسوطه ان انت معايا. وبما انك معايا خليني كده ابدا معاك كلامنا بالبطولتين اللي احنا لعبناهم، بطوله طبعا السوبر الافريقي والسوبر المحلي، شفت ادائنا ازاي في البطولتين دول وشفت ازاي هنبني عليهم ان شاء الله في الموسم الجديد؟ شفت طبعا اول حاجه جوميز عمل مباراتين الحقيقه مهمين جدا وعملهم بشكل جيد جدا، ويمكن في مقدمه الحلقه كنت بتتكلمي على اداء جوميز وازاي هو قدر في يتغلب على النادي الاهلي ثلاث مرات في الثلاث مواجهات الاخيره، وادى مباريات جيده جدا الحقيقه. فطبعا احنا يعني زي ما انا كنت بطلع اهاجمه الحقيقه في البدايه خالص كنت بهاجمه جدا، لكن في الفترات الاخيره جوميز ماشي بشكل جيد، بيأدي بشكل جيد. يمكن طبعا احنا بنبارك لنادي الزمالك على بطوله السوبر الافريقي الحقيقه، وكانت مهمه جدا في الوقت في التوقيت ده، وده الحقيقه برضو ده مش غريب على نادي الزمالك، لان لابد ان نادي الزمالك يبقى بيتوج بكل البطولات اللي بيشارك فيها، ودي حاجه مهمه جدا طبعا، وباركنا له قبل كده على بطوله الكونفدراليه. فانا شايف ان جوميز ماشي بخطوات ثابته، وشايف ان البطولات بتيجي في وقت صعب قوي يا كابتن. ما احنا كمان بنمر بازمات صعبه قوي طول الوقت، يعني احنا ما بنلحقش نفرح طول الوقت والله. احنا ما بنلحقش نفرح للاسف، يعني مش عايزين نقول ان 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 في ناس بتبقى عايزه توقع نادي الزمالك، ولكن الامور اللي بيمر بيها نادي الزمالك في الفترات الاخيره في اخر 10 سنوات الحقيقه كانت ظروف صعبه جدا. طبعا غلق القيد لفترات وديون متراكمه على النادي، على قد ما ممكن يبقى في سلبيات للمجلس الحالي، على قد ما احنا يعني مشفقين عليهم الحقيقه، ان هم شايلين يعني ازمه كبيره جدا وواخدين موضوع صعب جدا وارث تقيل جدا طبعا. فبالتالي طبعا احنا بنشيد كمان بالحاجات الايجابيه، مش محتاجين نبص للسلبيات. شفت ان جوميز الحقيقه في مباراه السوبر الافريقي اتعامل بشكل جيد جدا مع المباراه، وكان الافضل على مدار المباراه، وكل الناس طلعت اشادت، وكل النقاد الرياضيين والمحللين الرياضيين الحقيقه طلعوا اشادوا بجوميز بشكل جيد، لانه اتعامل مع المباراه بشكل جيد، في ظل ان احنا ما عندناش سكواد عالي، يعني عندنا مجموعه او عندنا التيم الاساسي الحقيقه لعيبه جيدين جدا، لكن احنا مش محظوظين في بعض الاصابات. احمد حمدي لما يقف على رجله ويبقى كويس جدا يتصاب، عبد الشافي يتصاب في وقت قاتل يعني لنادي الزمالك، في ظل ان هو ان احنا كنا محتاجين ليفت باك الحقيقه يكون على القدر من امكانيات عبد الشافي، والونش الحقيقه اتصاب في وقت قاتل، فللاسف عندنا يعني ناس كتير اتصابت فعلا. عندنا يعني احنا تقريبا احنا نادي مش محظوظ. ليه؟ لان احنا لو احنا محظوظين
نلاقي مثلا ايه فرقه العين بتكسب الهلال ويجي الاهلي يكسبها باريحيه. فبتلاقي ان الدنيا بتبقى سهله للمنافس اللي انت دي حقيقة. لا احنا ما عندناش كلمه حظ دي خالص يا كابتن. فانت بتلعبي كل حاجه صعبه في وقت صعب في وقت قاتل، وبعدين تاخدي بطوله وتفرحي بيها تلاقي عندك ازمات ومشاكل يعني للاسف احنا مش محظوظين بجد يعني. فانا شفت طبعا ان جوميز الحقيقه اتعامل مع السوبر الافريقي بشكل جيد جدا وكان يستحق الفوز. شفت ان هو بدا بدايه غير جيده في مباراه السوبر المصري، وده الحقيقه ده اللي اثر كمان على المباراه. ان هو بدا بزياد كمال، واحنا يمكن احنا دايما لما بنيجي ننتقد لاعب ما بننتقدوش لشخصه، احنا بننتقد النواحي الفنيه للاعب او الجوانب الفنيه للاعب. فبالتالي انا شايف ان زياد كمال يمكن هو اتظلم في ظل مجريات التعاقد معاه وقيمه العقد بتاعه والمشاكل الداخليه اللي جوه العقد، لو نام هياخدوا فلوس، لو صاحي من النوم هياخدوا، يعني حاجات كتيره جدا الحقيقه هي اللي حطت زياد كمال تحت ستريس كبير. فهي اثرت كتير جدا على امكانيات اللاعب. فانا شايف ان احنا عندنا مشاكل. طب ايه اللي ما عجبكش في بدايه الماتش السوبر المحلي؟ ايه اللي حسيت ان احنا ما كناش كويسين فيه ومحتاجين نشتغل عليه في احنا كان عندنا نص الملعب مفتوح والاهلي بيمتلك نص ملعب جيد. صحيح. فبالتالي لابد ان انا دايما ضد فكره ان احنا نلعب باثنين في الماتشات الكبيره. انا ضد ان احنا نلعب باثنين قدامهم واحد. انا مع ان احنا نلعب بثلاثه، وخاصه يعني انا بشيد جدا باداء عبد الله السعيد في الفتره الاخيره في ظل العمر اللي هو فيه دلوقتي 40 سنه او 39 سنه وشويه، فبيأدي بشكل ثابت. دي حقيقة. وغير كده هو كمان طبعا لعيب ذكي جدا، وطبعا عنده خبرات وتجارب كبيره جدا في كره القدم، وهو بيلعب دلوقتي بخبراته، بيعرف ينظم النواحي البدنيه عنده، بيعرف يشتغل في الملعب امتى يجري، امتى يباص، امتى يستلم، امتى يجري بالكوره. عنده طبعا يعني عنده نضج كبير جدا في الكوره لانه بيلعب بامكانيات عاليه. عبد الله لعيب من اللعيبه المهمه جدا. فانا شايف ان هو بيهلكه لما بيلعب باثنين، بيهلك عبد الله. فعبد الله مش هيقدر يتحط تحت ستريس طول الوقت او يتحط تحت ضغط بدني او بذل مجهود بدني كبير. فبالتالي لاعب جنبه زياد كمال، فزياد هو بدنيا مش اجهز حاجه وعنده سنة بطء الحقيقة عاملة له مشاكل. فبالتالي كانت في مشكلة في نص الملعب، يمكن احنا تحسننا في اخر ربع ساعة في الشوط الاول في مباراة السوبر المحلي. تحسننا اخر ربع ساعة ليه؟ لان محمد شحاتة نزل في نص الملعب ومسك نص الملعب بشكل جيد شوية، فبالتالي ادينا بمباراة الشوط الثاني اروع حاجة كانت موجودة. طبعا كنا افضل كمان من المنافس بشكل كبير جدا. صحيح. وكمان عايز اقول لك ان كمان يعني من الحاجات المهمه جدا تواجد احمد سيد زيزو في فرقه نادي الزمالك. الحقيقه طبعا بينقل فرقه الزمالك بشكل جيد جدا، عنده مجهود بدني جبار لاخر دقيقه في ال 120 دقيقه بيلعب واقف على رجله، لعيب مهم الحقيقه ولعيب مميز جدا لنادي الزمالك. فانا شفت ان عدم توفيق جوميز في اختيار السكواد في الشوط الاول اثر على الفرقه في بدايه المباراه، ويمكن هو ده اللي ادى الاحقيه لنادي الاهلي. ولو احنا يعني الامور لو عواد ما كانش واقف بشكل جيد تحت المرمى كان ممكن يدخل فينا جول واثنين في الشوط الاول، كانت هتبقى مشكله كبيره جدا لينا. ولكن احنا ادينا مباراه جيده، جوميز عرف يتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا في الشوط الثاني. ودي كانت من الحاجات برضو اللي لابد ان احنا زي ما احنا بنقول حاجات سلبيه لابد ان احنا نقول بالحاجات الايجابيه. هو مدرب عنده خبرات، اتعلم مع فيريرا واحد من اعظم مدربين في اوروبا ومن اعظم المدربين اللي جت على نادي الزمالك. صحيح. مدرب عنده رؤيه طبعا واستراتيجي زي ما انت قلت في بدايه الحلقه. ولكن كمان شايف هو بعد البطولتين دول او زي ما حضرتك بدات معايا كلامك قلت لي انا في الاول كنت بنتقده دلوقتي لا. صحيح. تفتكر دلوقتي وبعد اللي عدينا بيه بعد الفتره اللي قعدها كسب ثقه الجماهير؟ طبعا. ما هو احنا دايما المدرب او المدير الفني يعني بيبان امكانياته في المباريات الكبيره. وانا دايما بقول ان دايما المدربين الاجانب اللي مرت على مصر في الفترات الاخيره كان عندهم مشاكل في النواحي الفنيه. على اللاين الهيد كوتش ده بيبقى ليه مواصفات كبيره. انا شفت ان هو يمكن هدوءه كمان بيديله عمليه ان هو يقدر يفكر كويس. صحيح. يمكن هو كمان لما اخطا في مباراه الاهلي صلح وعدل، وده اداله بعد كده ان احنا استحوذنا على الجيم في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. فالعيق المدرب لما بيبقى مركز، هو في الفتره الاخيره انا شايف ان هو مركز جدا. انتقدته في بعض الحاجات اللي لما كنا بنتكلم كمان في حلقات قبل كده كنا بننتقده على عمليه الزج باللعيبه الصغيره. ان احنا لما ننزل اللعيبه الصغيره لابد ان احنا ننزلهم
ما ننزلش فريق كامل من اللعيبه الجديده او اللعيبه الصغيره، عشان ده بيأثر كتير جدا على الضغط النفسي للاعب، وخاصه اللعيب الصغير بيبقى الجهاز العصبي عنده مش مكتمل بشكل كبير، ما تحطش تحت الاستريس بشكل كبير، فبالتالي محتاج ياخد تدريجي وياخد مع مجموعه من الخبرات اللي موجوده في الملعب تقدر تشيل اللاعب. صحيح. ولكن هو في الفتره الاخيره بقى لابد ان احنا برضو نشيد بيه ان هو عمل فتره اعداد جيده بانت في خلال المباراتين مع النادي الاهلي بشكل جيد. طلعنا بايه منهم بقى يا كابتن؟ يعني ايه اللي طلعنا من المباراتين دول؟ مباراتين كبار وظروفنا في الاثنين ما كانتش احسن حاجه. طلعنا يعني بايه؟ احنا طلعنا بحاجتين مهمين جدا الحقيقه، ثقه اللعيبه في جوميز، وجوميز عنده ثقه كبيره في اللعيبه، ودي كانت حاجه مهمه جدا، دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ثقه الجمهور الزملكاوي في المدير الفني وفي لعيبتها، ان احنا لا عندنا لعيبه قادره ان هي تنافس على البطولات بشكل جيد، عندنا مدير فني خلاص بقى معشوق ومحبوب من الجماهير الزملكاويه بعد الاداء الحقيقه الاكثر من رائع في الفتره الاخيره. فطلعنا بحاجتين، حب الجمهور لجوميز وللفريق والثقه القويه من الجمهور في جوميز والفريق، وثقه جوميز في فريقه وثقه الفريق في جوميز كانت مهمه جدا، لان احنا كان عندنا هزه كبيره جدا في صحيح. نهايه الدوري صحيح. فده كان مؤثر على الفرقه كتير جدا صحيح. فانا شفت ان ده لا احنا طلعنا طبعا بحاجه مهمه جدا. طيب مستر خوسيه جوميز بدا المباراتين دول او دخل المباراتين دول هو معتمد بشكل اكبر على القوام الاساسي بتاع الفريق صحيح. شايف في دخولنا للدوري هيبتدي ان هو يدخل الصفقات اكتر، يكون ليهم دقائق اكبر، او يبتدي يغير شويه في شكل القايمه او التشكيل، يبتدي يدخل عناصر اخرى، ولا هيكمل بالقوام الاساسي؟ هو احنا بس عندنا مشكله، احنا محتاجين الناس تعمل لجنه كوره، يعني محتاجين نادي الزمالك يبقى عنده لجنه كوره، مش عايزين شخص او شخصين هم اللي يتحكموا في الفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك. محتاجين لجنه كوره تقدر تبقى في معايير لانتقاء اللاعبين المحترفين بشكل جيد. لان النهارده انا لما اجيب لعيب محترف انا عايزه يبقى اقوى من اللعيب اللي عندي بمراحل، بحيث ان هو يبقى اضافه كبيره جدا. لان انت مش نادي مثلا، مع احترامي يعني، من الانديه اللي هي رابع الترتيب وثالث الترتيب وخامس الترتيب، ينافس للرمق الاخير في البطولات وخلاص. طيب. لا، ده انت بتنافس انك تاخد بطوله. فلابد ان احنا يكون عندنا لجنه للكوره مكونه من خمس نجوم سابقين او ناس عندها فكر وعندها رؤيه ان هم يقدروا ازاي يختاروا لعيبه، وده يبقى بالتنسيق مع المدير الفني. يمكن كانت من المشاكل اللي حصلت لنا ان احنا جبنا اللعيبه وبعدين جبنا المدرب صحيح. فدي حطينا المدرب في ازمه كبيره جدا طبعاً. وحطينا طبعاً. المدرب تحت اختبار، كان اختبار صعب جدا طبعاً. انه ممكن يبقى طريقه لعبه وامكانيات مختلفة لعبه غير لا تصلح مع امكانيات اللعيبه الموجوده، ودي صحيح. حصل فيها مشكله في البدايه. يمكن جوميز خد فتره طويله عشان يتأقلم على الوضع صحيح. فده كان مؤثر تاثير كبير جدا علينا. طب انت يا كابتن رامي، انت مع سياسه التدوير ولا انت مع ثبات التشكيل؟ طبعا التدوير ده مهم جدا، عشان لابد ان يكون عندك على الاقل 16 17 لعيب جيدين جدا او 20 لعيب جيد جدا يبقوا جاهزين بشكل كبير. لان انا مش مع سياسه ال 11 لاعب. طب لو اتصاب لاعب يبقى لازم كل اللعيبه تكون بتاخد بشكل مستمر صحيح. على الاقل حتى الاحتياطي في الماتشات اللي ممكن تبقى سهله، انا لازم الشوط الثاني يعني انا مثلا زيزو خلاص انا لابد ان انا اريحه كمان فترات طبعا. يعني مش دايما عشان ما اهلكوش عشان يقدر يقدم معايا طول السيزون طبعا. فانا محتاج طبعا انا مع سياسه التدوير، لان سياسه التدوير هتجهز لك الفرقه بشكل جيد وهتوفر عليك صفقات طبعا طبعا. وانا شايف كمان الاهتمام بقاعده الناشئين مهمه جدا في طبعا. الفتره اللي جايه، لان احنا عندنا اكتر من لاعب الحقيقه. محمد سيد من اللعيبه الحقيقه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، كنت هسالك عليها، ومن اللعيبه المهمه جدا جدا وهيبقى له دور كبير جدا في نادي الزمالك في السنوات القادمه. ولغايه دلوقتي كده شايف اداؤه ازاي؟ الايه؟ شايف اداؤه كده ازاي؟ هو محمد السيد ما خدش فتره كبيره يعني ما خدش وقت كبير في اللعب مع الفرقه المكتمله. يعني ايه الفرقه المكتمله؟ يعني مع الخبرات المتواجده جوه الملعب وما بيلعبش وقت كبير. طيب بس بدايته مبشره بشكل لا هو لعيب احسن لعيب نص ملعب، احسن لعيب رقم 8 في سنه ده بجد يعني. فهو لعيب مميز ولعيب جامد، ولو هو مش لعيب جامد ما كانش طلع في السن طبعا. ده للفريق الاول ولعب بشكل اساسي طبعا. فترات، ولكن الفترات اللي لعبها بشكل اساسي كانت فتره صعبه، كانت فتره مرحله الدمج بقى اللي هي الكومبينيشن بين الجيلين، وكان الراجل بيحاول يشوف الصفقات الجديده مع الناشئين اللي طالعه.
فده يمكن شويه عمل استرس على اللعيبه هو وايشو. وايشو كمان من اللعيبه الحقيقه الجيده جدا جدا اللي انا بتنبا ان هو ممكن يبقى لعيب كبير في المستقبل. فانا شايف لا محمد سيد في الفتره اللي جايه هياخد هيكون ليه دور اكبر وهيبقى له دور كبير. انا بشوفه كابتن سامي الشيشين الصغير. كابتن سامي الشيشيني هو نفس الشيب بتاع كابتن سامي ونفس الفكر ونفس العقليه ونفس الكوره تقريبا. طبعا كابتن سامي الشيشيني كان لعيب كبير فبالتالي هو ان شاء الله انا يعني متنبئ له ان هو يبقى لعيب مميز ومهم في الكوره المصريه في السنين اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طبعا طب اسالك بقى على كذا عنصر كده من عناصر فريقنا لان عايزه اعرف رايك في ادائهم ايه. وخليني ابدا معاك ببنت عاج لان الحقيقه انا من وجهه نظري الشخصيه انا شايفه ان اللاعب عمل او قدم مردود فني طيب جدا لانه نزل في مباريات كلها كانت صعبه يعني 2 مباراتين كانوا مع النادي الاهلي ومباراه كانت مع بيراميدز وقدم مستوى مميز جدا وثبت نفسه ظهر بشكل كويس قوي رغم الانتقادات برضو اللي كانت بتطوله ورغم ان الناس كانت مطلعه اشاعات انه مستر جوماز مش عايز اللاعب ومش عايز يلاعب اللاعب وكده. شفت لا وقالوا ان هو بياخد منشطات لا هم احنا بنسمع كميه اشاعات يا كابتن انت عارف يعني. خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. اول حاجه ده لعيب جاي من سانت تيان الفرنسي احسن 5 دوري في العالم فبالتالي اكيد لعيب جيد ولعيب مميز ولعيب قوي ويمتلك الحقيقه قدرات فنيه عاليه جدا يمكن لسه مش جاهز من وكمان هو واخد على الجماهير لانه كان بيلعب في المغرب وفرنسا كمان الجمهور الملعب كومبليت طول الوقت يعني فانا شايف ان يعني تقييم بنتايك اصلا هو جاي نجم كبير مش جاي بقى لعيب صغير ومغمور فهنقيمه دلوقتي لا هو لعيب عنده سابقه لعب في انديه كبيره وفي دوريات كبيره فبالتالي هو لعيب جيد جدا. شفته كمان في مباراه الزمالك الاولانيه بشكل جيد صحيح مباراه ثانيه بشكل افضل كتير عن المباراه الاولانيه وده المطلوب يا كابتن وكمان ان هو يبقى في تطور طبعا ملحوظ. وعايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن ده الحاجه الوحيده اللي هتخلينا ما نزعلش كتير قوي على عبد الشافي مع ان احنا هنبقى زعلانين على رحيل واحد من احسن الليفت باك اللي جه في تاريخ مصر طبعًا تقريبا محمد عبد الشافي كبير جدا يعني انا بشوفه هو بعد كابتن احمد رمزي في نادي الزمالك في ناحيه الشمال الحقيقه فطبعا بنتايك هيعوض ده وشايف ان هو هيبقى صفقه يعني من افضل الصفقات اللي جت شايف ان هو هيبقى في الفتره اللي جايه بعد الجاهزيه البدنيه بعد ما يجهز بشكل كامل في النواحي البدنيه هيبقى حاجه كويسه جدا هيبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. طيب بما اننا اتكلمنا على بنت عايك خليني اسالك على مشلعك لان مشلعك الحقيقه الناس في البدايه كانوا عندهم امال كبيره قوي على مشلعك وحاسين اللعب سريع وعايزين يشوفوا وبعدين يبقى انت كده منهم بقى اللي بعدين حسوا ان هو لا 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 انا بص هقول لحضرتك على حاجه هو اول حاجه مشلعك لعيب جيد جدا على فكره ولكن هو ممكن يمكن الضغط اللي حصل بس وان هو عايز يطلع افضل ما عنده في طول الوقت يمكن مستعجل ان هو يثبت للناس ان هو حاجه كبيره وصفقه قويه ولعيب جامد وطبعا احنا جاي من الدوري السعودي واحد من الدوريات العربيه القويه جدا فتره في السنوات الاخيره ولعيب انا شفته في ماتش الاهلي الاولاني الحقيقه لعيب جيد جدا عنده امكانيات وقدرات هائله يمكن في المباراه الثانيه حسيته قلقان شويه كتيره يعني تفتكر ما انسجمش لسه مع الفريق طبعا الناس طلعت تنتقدت يحيى عطيه الله في المباراه الاولانيه مزبوط. ومشي مع النادي الاهلي اخر مباراتين احسن واحد في الفرقه مظبوط وخصوصا ان اللاعب يعني مشلعك ده برده هو صفقه جديده يعني طبعاً. جاي من اوروبا من طبعاً. بولندا عقليه كمان مختلفه خالص صحيح وبالتالي هياخد وقت لحد ما يندمج مع الفرقه وعايز اقول لحضرتك على حاجه في المباراه الوديه اللي قبل السوبر المحلي عمل مباراة ودية جامدة جدا يعني لاعب مباراة زد كان أفضل واحد في الماتش صحيح فأنا شايف إن لا مش لاك لعيب جيد جدا وعايز أقول لحضرتك على حاجة هيغير فكرة الوينجر اللي بيستلم ويحضر يعني إحنا يمكن أنا دايما من أنصار إن شلبي بيعطل لعب نادي الزمالك كتير ليه بيستلم الكرة وقف عليها كتير في بطء في السرعة الحركية ولكن مش لاك عنده بقى العكس ان هو بيستلم يروح للجول زي احمد سيد زيزو بيستلم يروح للجول على طول ما بيستلمش يفضل يحضر لا لا على طول فدايما الوينجر او لعيب نص ملعب مهاجم لابد ان هو يبقى عنده النزعه الهجوميه طول الوقت لازم يبقى سريع طبعا يعني هو مش لاك سريع هو عنده السرعه صحيح. وعنده المهاره صحيح ولكن هو لسه يمكن مش جاهز بدنيا كويس ولسه ما انسجمش يمكن في الاجواء طبعا الانسجام ده مهم جدا لان
هو كمان معرفش اسلوب لعب اللعيبه اللي بتلعب جنبه. صحيح. فده ممكن شويه يعطل الامور، ولكن انا شايف ان هو خامه جيده وهي هتبقى صفقه جيده يا رب. يعني احنا اكيد بنتمنى ان كل صفقات الزمالك تبقى صفقات ناجحه كلها، وهي الحمد لله بشكل كبير احنا يعني عندنا كده احساس وامال كبيره على الصفقات، لان كلهم قدموا مردود فني كويس جدا في اول ظهورهم او في الدقائق اللي يا دوب يعني. صحيح. البعض منهم نزلها. طيب اسالك على شحاته كمان واعرف منك طبعًا رايك في ادائه. يعني انا شايف شحاته طبعا ده ما فيهاش كلام، لعيب جيد ولعيب قوي ولعيب سريع ولعيب عنده كوره، ولكن لسه ما استواش، يعني لسه محتاج وقت بس ان هو يهدى شويه، لسه حتى النواحي الاندفاعيه عنده عاليه شويه، وده لو لما يبدا زي ما بيقولوا كده يستوي ياخد بس الاحتكاك الكتير وفترات اللعب الكتير مع نادي الزمالك، ويثبت بقى في بوزيشن، لان احنا شويه بنلعبه في نص الملعب سته، بعدين نلعبه ثمانيه، وبعدين نلعب باك رايت. طب انا هلعبه سته ولا هلعبه ثمانيه ولا هلعبه، ده بيعمل عمليه تشتيت للاعب، فده بيأثر طبعا على اللاعب. ولكن لو لعب هو لعيب ثمانيه كويس جدا، لانه كمان عنده النزعه الهجوميه طول الوقت بشكل جيد. فانا شايف ان شحاته لو لما يتقل على الكوره وما يبقاش عنده نواحي الدفاعيه بيعمل مشاكل كتير، بيعمل فاولات كتير، بيعمل فممكن ياخد انذارات كتير، فده يعمل لك مشاكل. لكن هو كخامه جيده، جيده جدا طبعا، وصفقه من افضل الصفقات اللي جت على فكره في الفترات الاخيره في نادي الزمالك. صحيح، دي حقيقه. طيب اسالك برضو على الحارس الموهوب بتاعنا عواد، واعرف كده رايك ايه في الاداء اللي بيقدمه خصوصا في الفتره الاخيره بعد الفتره الكبيره اللي تقريبا كانت شهرين هو وقف فيهم عن اللعب. خليني ما اشيدش بعواد الاول، اشيد بمدرب الحراس. طبعا مدرب الحراس الحقيقه قدر ياهل عواد ان هو يعمل مباريات قويه جدا الفتره الاخيره، وعواد يجي من الدار للنار، ده دخل على مباراه صعبه جدا. ده بقى لابد ان احنا نشيد بمدرب الحراس. صحيح. لان الحقيقه عدوا ذهنيا وبدنيا وفنيا بشكل جيد. صحيح. وده ظهر في كل المباريات اللي لعبها عواد الفتره الاخيره. يمكن هو سبب المكسب او سبب التعادل في مباراه الاهلي ووصول ضربات الجزاء. المباراه الثانيه الحقيقه برده كان جيد. اول مباراه ليه كان جيد جدا. فبالتالي مباراه بيراميدز كان جيد جدا جدا. فبالتالي لا، انا شايف ان عواد طبعا هو طبعا خامه كويسه وجول كبير، وهو بس حته لو يركز شويه ويسيبه بقى من الحاجات الخارجيه والتفكير خارج الملعب طول الوقت ويركز في الملعب، عواد هيبقى افضل جول في مصر. صحيح. والحقيقه والله يا كابتن دي حقيقه، وعنده مسؤوليه، يعني اللاعب اللي حاسس بالمسؤوليه ده بيكون مهم قوي في الملعب. صحيح. هو حاسس زي زيزو دايما. صحيح. حاسس بالمسؤوليه تجاه الفريق، وده بيبان جدا على عواد. والحقيقه نزل زي ما حضرتك قلت من الدار للنار، يعني هو رجع على مباراه صعبه جدا ومباراه مرتقبه والناس كلها كانت خايفه. صحيح. فالحقيقه الراجل يعني عمل اللي عليه وزياده، واكيد بنتمنى له التوفيق في القادم ان شاء الله. اسالك بقى على عدم وجود دونجا في وسط ملعب الزمالك في مباراه كانت مهمه زي دي، هل تفتكر اثر على اداء الفريق ولا يعني شفت زي وسط الملعب من غيره؟ طبعا دونجا لعيب كويس ما فيهاش كلام، ومن اللعيبه المميزه، وكنا بنناشد طول الفترات الاخيره بروح منتخب مصر في الفتره الاخيره، لان هو كان بيقدم موسم جيد جدا الموسم الماضي، ولعيب طبعا لعيب له ثقله في فريق نادي الزمالك وفي نص ملعب نادي الزمالك، دي ما فيهاش كلام. ولكن انا شايف ان هو هياخد وقت بعد المشكله اللي حصلت دي، هياخد وقت شويه لحد ما يرجع ذهنيا ويبدا يخرج من الازمه اللي مر بيها الفتره الاخيره. ولكن طبعا غيابه اثر كتير جدا في مباراه الاهلي الاخيره. لو موجود من اول الشوط الاولاني لا، كان شكل الزمالك كان هيبقى ليه تغيير كبير جدا. صحيح. امكانيات دونجا وخبراته، لا طبعا لعيب كان دونجا يعني مميز قوي وموهوب قوي، يعني طبعا لعيب مؤثر جدا جدا مع الفرقه، وعايز اقول لحضرتك هو شال الفريق الزمالك الموسم الماضي. صحيح. دي حقيقه، بشكل جيد يعني. دي حقيقه. طب تفتكر بما اننا بنتكلم على وسط الملعب، تفتكر مستر خوسيه جوميز ممكن يدفع بفتوح في وسط الملعب خصوصا بعد تالق بنتايج اللي احنا شفناه، فتتوقع ممكن يدفع بيه في وسط الملعب ولا هيرجع على مركزه الاساسي؟ انا شايف انه ممكن يعمل كده، وممكن يلعبه وينج. يعني انا شايف انه ممكن يلعبه قدام مشلاك، قدام بنتايج. لان فتوح الحقيقه انا دايما بشوف ان فتوح ما لعبش باك ليفت خالص، مع انه من افضل الاظهره. بس فتوح في الحته اللي قدام بينقلك الملعب. فتوح زي زيزو دايما بيلعب الكوره على قدام، واللعيب اللي دايما عنده النزعه الهجوميه لما يبقى قدام وعنده المهاره وعنده الحلول بيقدر يحللك واحد ضد واحد، بيشتغل كويس. صحيح. بيعمل الاوفر بشكل جيد، فبالتالي ممكن يعمل لك حاجات كتيره جدا ويخلق لك فرص كتيره جدا. صحيح. فبالتالي انا شايف ان هو ممكن يلعب بوينج، ممكن يلعب بثمانيه،
يؤدي بشكل جيد جدا. صحيح. طب اسالك بقى على المباراه القادمه لينا ان شاء الله في الدوري، مباراه البنك الاهلي، شايف المواجهه دي هتمشي ازاي وشايف المفروض ندخلها ازاي؟ طبعا فرقه البنك الاهلي كمان لابد ان احنا نتكلم عنها، ان هي كمان المدير الفني واحد من ابنائنا الزمالك المخلصين الحقيقه كابتن طارق مصطفى وكابتن امير عبد العزيز، والاثنين الحقيقه من نجومنا الزمالك، وطبعا بنتمنى لهم التوفيق مع نادي البنك الاهلي. اكيد محضرين بقالهم فتره بشكل جيد، واحنا جاهزين بشكل جيد جدا. نادي الزمالك يعني جاهز بشكل جيد جدا، وهو عمل صفقات مميزه جدا من خلال الفتره الاخيره. طبعا طبعا يعني البنك الاهلي عمل صفقات طبعًا مميزه. طبعا حصل في تغيير جذري في الفريق، وده كمان يعني كمان كابتن طارق من المدربين المميزين اللي عندهم فكر ورؤيه واستراتيجيه في اللعب الحقيقه. فانا شايف ان احنا اجهز طبعا، لان احنا لعبنا مباريات احسن اصعب وفي وقت قصير طبعا كمان. فاللعيبه وصلت لمعدل بدني عالي. فبالتالي انا شايف ان البدايه بتاعتنا القويه ان احنا نكسب البنك ونكسبه مثلا 2-3 ولا حاجه، هتبقى الامور هتبقى الستارت بتاعنا لازم بدايه قويه كده، لازم بدايه قويه في البدايه عشان الناس تيجي عامله حسابك وخايفه منك. صحيح. الهويه بتاعتك دايما لما بتبداي جامد الامور بالنسبه لك بعد كده بتبقى سهله. ليه؟ المكسب زي ما بيقولوا المكسب بيولد مكسب. صحيح. وخاصة لما تبدأي الستارت بتاعك في الدوري بمكسب وباقي الفرق هتبقى عاملة لك حساب برضه، فكل الفرق اللي جاية لك هتبقى قلقانة منك عاملة حساب. صحيح. وخاصة إن أنت كمان عندك سكواد، عندك فرقة مميزة وواقفة على رجليها كويس. صحيح. وإمكانياتهم البدنية والفنية الحقيقة جيدة جدا. صحيح. فأنا شايف إن البداية بتاعتنا مع البنك الأهلي الجيدة اللي طبعا بنتمنى فيها ان احنا نكسب 2-3 بحيث ان احنا نقدر في الدوري يبقى لينا الهويه بتاعتنا، بقى هويه نادي الزمالك وشخصيه الاسد والوحش اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده بيحصد كل البطولات اللي بيدخل فيها. دي هتدي لك دفعه قويه جدا ان انت تقدري تبقي بتنافسي بقوه وتاخدي لقب الدوري السنه دي يا رب ان شاء الله. طيب رسالتك كده ايه بقى للعيبه وللجماهير قبل انطلاقه الدوري الجديد؟ انا طبعا رسالتي دايما للعيبه اعرف قيمه تيشيرت نادي الزمالك، قاتل على البطولات اللي انت بتلعب بيها، لان وراك جمهور قوي جدا بيتحمل كل الصعاب من اجلك، بيتحمل وانت خسران وانت كسبان وانت الامور فيها مشاكل كتيره، هو الدعم والساند القوي جدا ليك. فلابد ان انت كلاعب انك تحس بقيمه تيشيرت نادي الزمالك، تقاتل عشان خاطر الجمهور. والجمهور دايما بقول له ساند فريقك، انتوا اعظم جمهور في الكون. نادي الزمالك الحقيقه جمهور عظيم، في ظل كل ظروف الطاحنه اللي مر بيها نادي الزمالك هو السند والداعم القوي للنادي، ولولا الجمهور لم يكن في زمالك، لان الزمالك مر بازمات كبيره جدا كان ممكن يبقى درجه رابعه زي انديه كبيره كانت بتلعب في الدوري الممتاز في السنين الماضيه. انديه كانت كبيره واختفت. ليه؟ لان ملهاش قاعده جمهور زي جمهور نادي الزمالك. طبعا فجمهور نادي الزمالك اعظم جمهور في العالم والله، ده جمهور عظيم. وعندي جاري، انا عندي جاري مجنون زمالك. احنا مفيش حد زمالكاوي مش مجنون زمالك. لا ده انا عندي عندي يعني. لا 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 ده انا عندي واحد مش طبيعي. والله يعني لا لا كلنا بحب الزمالك حتى الموت، يعني ممكن تقولي له موت والزمالك ياخد بطوله اقول لك اموت. ده بجد الشر عليه. ان شاء الله ناخد كل البطولات في الفتره القادمه. كابتن رامي طبعا نادينا الحبيب يعني. ولفرقتنا وان شاء الله تبقى بدايه سيزون جديد مميز وناخد بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. كابتن رامي الحقيقه انا بشكرك جدا لوجودك معايا النهارده، يعني فقره مميزه واكيد في لقاءات اخرى، بشكرك بجد نورتيني النهارده. ربنا يخليك، انا دايما ببقى مبسوط وبتشرف دايما بتواجد معاك. بشكرك يا كابتن جدا والله. شكرا. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كان منورني كابتن رامي سعد نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا كلام مهم جدا، حديث مهم جدا عن انطلاقه الدوري الجديده، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك امام البنك الاهلي في اول مواجهاته في الدوري في هذا الموسم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك.